صواريخ لاس تاع اليوم هي لاموس تاع الفراوله. هنا عندي لي فريز، عندي شويه تاع لي فريز، نميكسيوه ونشوف شحال يخرج لي، ولا خرج لي كاس ندير كاس تاع لا شونتيي ونص كاس تاع الحليب، ولا خرجوا لي جوج كيسان تاع الفراوله، عصير الفراوله ندير جوج كيسان تاع لا شونتيي وكاس تاع الحليب. هي نروحو دوكا نميكسيوه، نميكسيو الفراوله ونقطعوهم على اربعه. دوكا نميكسيوها. هام ليك لي فراز ديالي خلاص قطعتهم، خلي شويه تاع لي فراز بوغ لا ديكوراسيون. دوك نميكسيوها، هاو دوكا خلاص ميكسيت لي فراز ديالي، ودوكا نديروها في الكاس. دوكا كامل المكونات ديالنا راهم واجدين، دوكا نخلطوهم بالباتور. واللي يحب لاموس وفخاز ديالو تكون تقيلة زيدوا لها ملعقة كبيرة تاع لا شونتيي. ودوكا نعمرو لي سكوب ديالنا. دوكا هامليك لي موس و فريز ديالنا. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد وجام. واذا عجبكم ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم. باي باي، شهيه طيبه.